FM. الكلمة ليك. أكتو فيسبوك. اليوم 13 فبراير 2017 نلقاو توانسة عاملين زوم على الطرطور على حد تعبيرهم من بعد ما صرح سيل منصف المرزوقي ربي يشفيه في الجزيرة وقال كان عندي أنا بقيت 15 سنة في فرنسا وفي فرنسا يعني شفت المجتمع الفرنسي كيف يعمل ثم لما عدت إلى تونس اكتشفت كيف المجتمع التونسي يعمل يعني المحسوبية الرشوة العمل السيء الكذب النفاق يعني كانت بالنسبة لي صدمة يعني فقدت الصلة مدة 15 سنة التي بقيتها في فرنسا فقدت الصلة بهذا الشعب الله يخرب بيتك وانت ورانا كل حتة تصريح يعني خطير وجارح يعني شنو يستنى من بعض الكلام هذا من الشعب وإلا سي المرزوقي شنو يحب ما يحبوش الاحترام ما يحبوا الاحترام ما يحبوش الاحترام ما يحبوا الاحترام التصريح هذا مس برشا من كرامة التوانسة ومشاعرهم شخلى مواطن صالح على فيسبوك جاب وقال ما ينكر في أصله كان ولا سايب علينا الله هو ده شحبر أيوة هو ده أما أنت ولاد شحبر صحيح وبطبيعة فما مواطن طالح من التحالب الغوغائية قرر يبرر تصريح المرزوقي وقال علاش ما تعملوش وقفة احتجاجية قدام صنبط ابن خلدون وطردوه وزادة خطر أهانة توانسة كي قال إذا دخلت إفريقية وافق أو نافق أو غادر البلاد تستخدم مطاحن الطحين الأنواع الغنية بالبروتين أو القمح الصلب لإنتاج طحين الخبز أو القمح القليل البروتين أو الناعم لإنتاج طحين الحلوى والمعجنات الطحين الصالح لكل الاستعمالات عبارة عن تسوية بنسبة بروتين متوسطة مواطن ظهر في فهم الحكاية مليح قال في كومنتير المرزوقي عنده الحق مالا في الوضع الاقتصادي التعيس مدام وياخو في 30 باكو كل شهر من جيوبنا وإحنا ساكتين عنده الحق في اللي قاله الكل تي بالله شي ينطق الراجل يأكل في الغلة ويسب في الملة وفي هذه الظروف العصبية العصيبة سيدتي حتى ننقذ البلد ويدكم في يدي حتى نقهر كل شيء فما كان فيسبوك يستعرف وقال صحيح نحن شعب بدون أخلاق ما الحمد لله يا ربي وقت اللي جاء المرزوقي وشد البلاد مؤقتا لمدة 3 سنين ساهم برشا في تهذيب الأخلاق والذوق في تونس حتى لين وصلنا للمرتبة الأولى في تصنيع الإرهاب وتصدير الإرهابيين بنا يخرب بيوتكم بحق جاه النبي يا ربي يعد عليكم أتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت ما يعرفوا لموا رجلين من دراعات ويغطوكم بجرنال أصفر كان ملفوف فيه بسيخ معفن ويودوك المشرحة ما ترضاش تاخدكوا لعدم الاستدلال على ملامحكم وأهليكم بوقفين برا لابسين السود وبيلطموا وبيجيبوا لينا من على الأرض يحطوه على دماغتهم وهم مواطنين يعد عليهم أوتوبيس سياحي فاخر نفس الأوتوبيس يقطعهم حتت كلهم اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ مواطنة على فيسبوك استغربت ردة فعل بعض الفيسبوكيين وقالت رئيس دولة سابق يطلع يسب شعبه في قناة أجنبية مش غاديك المشكلة ديجا هو طرطور ما ناخذوش عليه اللي مش عادي اللي فما شكون مازال حتى لليوم يقول للمرزوقي فخامة الرئيس يا حبيب إيه؟ يا مدلعنا يا مشغلعنا إيه؟ أنا مين حيشغلعني بعد كده انت اسمك ايه زمباوي لا لا ودي كانت حمى دي ولا ايه طبعا والحكاية كبرت برشا وين لقاو الدكتور اللي لطول عرفنا الدكتور فاش أكيد الهاشمي الحامدي هبت ستاتيو على فيسبوك ويساند فيه المرزوقي قال حتى حد ما عنده الحق باش يحكي على المرزوقي شرف انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن وعن رأي الشاعر القديم حينما قال يا بخت من وفقت الزين في الحلال أنا بصراحة ما نعطيش رأي في مساندة الهاشمي المرزوقي أساسا كي سيدي كي جوادو بالمناسبة أنا كان ليا صديق زنبوق كبير قوي خدت مرة ابنه الزنبوق الصغير عشان يزنبقه وبعدين لما وصلوا للمكان بتاع الزنبقة اكتشفوا انهم نسوا الزنبقة الولد ما زنبقش لغاية النهاردة واتضح أصلهم انهم كان لهم جد يعني ما كانش متزنبق آخر ففي حساسية انت عارف بيبقى اللي متزنبق غير اللي مش متزنبق متزنبق بيقول لك أنا متزنبق اللي مش متزنبق يقول لك ما يقدرش يقول ان هو متزنبق انت متزنبق ولا بتشرب بقدونس بالليل قبل ما تنام وعلى ذكر الهاشمي الحامدي فيسبوكر حكى لنا حكايه قال كي كان المرزوقي في كارتاج يحكم حكاو للملكه اليزابيث عليه يا اخي جاوبتهم وقالت من غير ما تحكيوا لي عنا منه في لندن لا بي راجل محترم كده طول بعرض راجل محترم طول بعرض كان لابس ايه كان لابس يا فندم كان لابس شراب يا بي بس طول بعرض
يعني لو شفت حاجة تانية حنكرها ليه؟ لا مؤاخذة لصالح مين يعني؟ راضية النصراوي كرم الله وجهها، غترت وعطتها تصريح. قالتها قالت الأمراض اللي عددها المرزوقي بخصوص الشعب التونسي في قناة الجزيرة هي فعلا موجودة، الكذب والرشوة والانحلال في القيم هي حقيقة وواقع. فتوانسة قالت عملوا العار. انت ثرثاره وغير جديره بصديقتي، يعني لما بعضنا نحن بعد الكلام هذا كل جمله وجمليه ونعتذروا لراضية للمرزوقي. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش انا كلمها. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. باقي على الفيسبوك قالوا العيب مش في المرزوقي اساسا، شكون كبر له راسه؟ الشعب انتخبه كنائب والنائبه الكبرى كانت النهضه وقت اللي حطته رئيس، بلاش صلاحيات، يعني يهز النعش شويه، يطير عصفور، يرمي ورد في البحر، شويه زيوان كذا، يخطب علينا او يخطب في السقف نظريه الصبات والكلاست، ولم تبقى لنا بذور ولن يمروا. خسرتم يا مجرمون، لن تمروا ابدا. هنندبهم. بونتي ديفين بونتي ديفين. تو معقول هذا نتكلم وانت كف تليفونك؟ شغل حياتي يا غيادي. هنندبهم. أمن المائي في الدفاع عن الأمن، الطاقة في الدفاع عن قضايا أنه يجب أن تكوننا بذور، لأننا سرقت لنا بذور ونحن الآن نعيش للأسف الشديد في وضع لا يتصور الناس خطورته لو لقدر الله صارت حرب ولم نجد هذه البذور. هنندبهم. يعني الوضع هو كالآتي: بو عنده زوز أولاد، واحد عنده صباط وداخل حفيان، أش يعمل؟ وعنده طرف فلوس، يشري صباط اللي حفيان ولا يشري كلاسيك اللي عنده صباط؟ يقول لي لا نجم نعمل الاثنين. لا مش نعمل الاثنين، خاطر إذا كان يشري كلاسيك للي عنده صباط ما عادش عندي فلوس كافيه باش نشري صباط للحفيان. هذا هو الموضوع المطروح اليوم للنقاش. هنندبهم. انا من رايي فعلا المشكله في الكلاسات، اما مش للصبات، لازم كلاسات لهالم خيخ. هنندبهم. انفخ شلبوق. كان هذا كل شيء في الاكتو فيسبوك، ومش كل شيء على فيسبوك. فقره من اعداد اشرف العطروس والتقديم لرامي موكلين. لو كان عجبتكم بعد شويه تلقاو الفيديو على الباش فيسبوك باش غاديو كاب افام، ومشاهده طيبه للجميع. اكتو فيسبوك. الكلمة ليك.